مشاهدينا الكرام، مساء الخير، مرحبا بكم في شاهد وشواهد. نستكمل هذا الأسبوع شهادة الأستاذ الشادي القليبي. هو وزير الإعلام، وزير الثقافة، ومؤسس الثقافة والشؤون الثقافية في تونس. هو سكرتير بورقيبة لسنوات الخاص، وكذلك هو الأمين العام لجماعة الدول العربية. تحدثنا في اللقاء الأول، في الجزء الأول من هذا اللقاء، حول عديد من المواضيع التأسيسية سواء على مستوى الإعلام أو الثقافة، وكذلك عرجنا على تجربة الاشتراكية، لكن أكيد ما زال في إجابة ضيفنا الكثير للحديث عنه. مساء الخير ومرحبا بك مجددا في شاهد وشواهد. أهلا بك. أهلا بك. قلت لي سيشيل لأنه بورقيبة لم يكن مستسيغا لتنحية أحمد بن صالح، لكن وجد نفسه كسياسي لازم يدفع بشخص ككبش فداء وكبش محرقة، وتعبدت القصة هذه. صحيح. أنا أعتقد أن بورقيبة ما كانش في الأول مقتنع بعز أحمد بن صالح، أقنعوه بشي يحدد له مسؤوليته، نحاله عدة وزارات وخلاله التربية القومية التعليم، ثم جاء الوقت باش يعزله تماما، عزله خلافا إعادته هو يعزل بنفسه ويعمل كلمة ربما وخطاب ويقزم ويحجم الشخص المعزول، تعمل في غيابه بدون أن يكون هو منها الفاعل الأول. أنا تحليلي أنه كان وجود في نفسه في ضميره صراع باطن، صراع داخلي بين شيئين، أما يحمل بن صالح المسؤولية كاملة ويحييه ويعزله ويدخله ويدخل تحت طائلة غلطوني على طريقة رؤساء تونس، وأما يعترف بأنه غلط، هو غلط وهو عمل، هو المسؤول على التعضديات وكذا. وهل يقبل بورقيبة بذلك؟ هذا الصراع لم ينحل، حل خارج بورقيبة ودفع بن صالح إلى السجن إلى غير ذلك. هو في نفسه ما كانش مقتنع، ولهذا وقع الصراع اللي سبب له المرض نتاعه. وهذا ثم الصراع هذا سبب الديبرسيون نيرفوز، لكن حاله الاكتئاب الشديد واللي اصابت بورقيبه بوهن، والحقيقه زار الكثير من المستشفيات. كيفاش ريت بورقيبه في خلال الفترات اللاحقه؟ هل تماسك كذلك مع الفتره هذه؟ صار يعني كانت الشراره الاولى لحرب الخلافه اللي تاججت واصبحت التكتلات في القصر خطيره وخطيره جدا. هو اللي لاحظته انه هو متدرج نحو السيء والأسوأ. يعني وقت كنت انا مدير الديوان الرئاسي كان في جمله واعي لامور وعنده يقظه عقليه ما نافذه كعادته، بدات تنقص، بدات فترات في اليوم مش بطول الصفاء الذهني نتاعو، اللوسيديتي نتاعو ما كانتش يعني دائمه، اصبح متردد. وقت تجي مشكلة عظيمة هو تلقاه حاضر، مخه يرجع، عقله حاضر. إذا كان ما ثماش مشاكل يتنبهوا وتيقظوا يبدأ شوية خامت، بحيث التطور من سيء إلى أسوأ تواصل حتى في الثمانينات ولا السلك الدبلوماسي العربي ولاو يتهكموا على بورقيبة، وجيني أنا وقت كنت من عام جيني أصلا كانوا السفير الفلاني يقول كذا والسفير الفلاني يقول كذا، ونكت على بورقيبة. كانت حقيقة مأساة لي أنا، فهمتني، محبتي بورقيبة وطول عشرتي معاه، فهمتني، بحيث كانت الأمور ماهيش مريحة للأمين العام. التكتلات في القصر كيف كانت إلى حد 79؟ كيفاش أصبحت فرق؟ إلى أي مدى وصلت سطوة السيدة الأولى الماجدة وسيلة؟ الحق يقال أنا وقت كانت وسيلة هي ماسكة بالقصر عندها سلبيات في شك، لكن هي موجهة توجيه لائق، وكانت الأمور جديرة برئاسة. بعدها هي بعد ما خرجت هي تدهورت الأمور. لا نريد أن نأخذ أكثر تفاصيل بقدر ما حبينا نعرف يعني هذه التوجهات. الشادي القليبي كان مع أي شق؟
مع وسيلة مع الصياح تلميذه. انت ظنيتك فهمت اني يعني لا ادخل في اي شق. انا في العديد من المرات يجوني ناس يقولوا لي تدخل معنا يا ودي، قاعد تسوي ثلاث ارباع، قل انا ما ندخل مع احد، انا مع نفسي. ومره فدكوا انا وحاتم مكي صديقي، تعرف حاتم مكي المبدع اي الفنان، قال لي مع شكون؟ قلت له مع القليبي. قال لي انت وزاد كليبيست كليبيست. لكن بالنسبة للأوضاع وقتها معناها صعب جدا أنه لا تستميلك وسيلة إلى شقها أو لا يستميلك مناوئوها إلى شق آخر، كيفاش حققت هذه المعادلة الصعبة أن لا تنضوي تحت أي لواء؟ وأنا خاصة الحقيقة عجبتني إشادة من طرف زميلك في السياسة الأستاذ الباجي قايد سبسي، قال لي الأستاذ شادلي القليبي من الأشخاص اللي هما منطينا لا يبحثون عن المناصب، لكن المناصب هكذا تأتيهم وتجري وراءهم يعني بالنهاية. رأيي اللي قاله لك سي الباجي هو صحيح، هو إجابتي على الموضوع. لين توصل أنك أمين عام يعني رجل غسلت بماء الحظ، يعني الأمين العام الوحيد لجامعة الدول العربية الغير مصري هو أنت. الأمين العام تاع الجامعة كانوا يغلطوا في نفسهم بل يتخيلوا نفسهم زعماء الدول، وهو غطاء. الكاتب الأمين العام كيف الأمين العام تاع الأمم المتحدة، يعني هو خادم المجموعة يخدمها وفي ينفذ قراراتها، اما ما يفرضش عليها، مش هو الزعيم. وهذا علاش وقت اللي جاء عبد الناصر نحى الامين العام وقتها عبد الرحمن عزام باشا، لانه عبد الرحمن عزام باشا كانه الزعيم المحرر حتى للاخطار العربيه. عزام باشا كان عنده في مخه دغدغه كانه هو الزعيم العربي، وعبد الناصر ما يساعدوش. جاء بعده هو حسونة وبعده رياض وبعده سياد، اللي هما دخلوا في 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 نطاق منها معقول. عبد الناصر صرح لصحيفة رياليتي الفرنسية انه موافق على المواثيق الدولية والاتفاقيات اللي تعترف بوطن مشترك ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودافع ببورقيبة، وحتى ببورقيبة أخذ منه موافقة ضمنية بابتسامة وبضحكة أنه لن تهاجمه الصحافة المصرية، وذهب بورقيبة إلى أريحة وكان ما كان. بورقيبة كان يعتقد أن العرب كانوا مخطئين إرادة المقاومة العسكرية لإسرائيل، لأنه يعتقد أن إسرائيل أولا هي أقوى منهم بذاتها وبقواتها الذاتية، لأن المواطنين الإسرائيليين جايين من فرنسا من ألمانيا من إيطاليا من السوفيت، يعني هم ناس متكونين دبلوماسيا سياسيا وعسكريا، عندهم طيارجية وعندهم كذا، فهمتي؟ بينما العرب دائما في ترسانة وتمويلات. أي والعرب يظنوا أن اليهود بتاع إسرائيل هم اليهود عايشين عند موما اللي يسميهم السفارات، وهم متخلفين كيف 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 المسلمين، وهم خطأ. هذا هم الإسرائيليين الأشكناز متطورين قد الأوروبيين، هذا أول شيء. أول شيء ثاني يقول أن ولو نفرضوا أن إسرائيل محتاجة إلى قوة خارجية، القوة الخارجية ما تجي إلا لإسرائيل، أمريكان، فرنسيس، كذا. علاش؟ لأن اليهود متغلغلين في أوروبا وفي أمريكا وعندهم تأثير على الحكم في الدول هذه، بحيث ما يجي المساعدة للعرب إلا من الاتحاد السوفيتي والصين ربما، لكن الاتحاد السوفيتي يأكل رخيص، يعطي السلاح الدفاعي وعمره ما يعطي السلاح الهجومي باش ما يدخلش في صراع مع امريكا ومع اوروبا. بحيث الحرب حسب بورقيبة الحرب ضد اسرائيل مخسوره سلفا. ايش بقى كان القانون الدولي. القانون الدولي بحرب الايام الست، القانون الدولي تقول بورقيبة رغم انه ظالم، هذاك الحد الاقصى اللي ممكن الفلسطينيين يحصلوا عليه، ومن سوء الحظ ما قبلوش الفلسطينيين، ومحرضين من طرف العرب اللي هما مش فاهمين للسياسة العالمية، ويظنوا أن المقاومة تجيب
بورقيبة أحس أن عبد الناصر طعنه من الخلف. الحديث في 65 بين بورقيبة وعبد الناصر، هو يحكي عبد الناصر بورقيبة يحكيها لي يحكيها لي نحن كلنا. يقول في وقت من الأوقات في المحادثة قال له بورقيبة، قال لعبد الناصر، قال له في المجلة الفلانية جاء حديث بتاعك أنت، قلت أنت كيفاش ممكن نتجاهل القانون الدولي؟ السؤال هذا فيه عنده جواب مع كونك أنت مستعد ربما إلى هذا. إيش يقول عبد الناصر؟ عبد الناصر يقول يضحك شوية وبعد يقول له إذا كان نكلموا بالكلام هذا لشعوبنا ما يفهموهش، الشعوب بتاعنا مش مستعدة باش تفهم، محدودة. أي يقول له بورقيبة إذا كان أنا ناخذ مسؤولية على عاتقي ونقول هالكلام هذا هل تضمن لي أن الأبواق متاعك ما تسيبش عليا؟ بورقيبة باقي يحكي يقول ضحك لقى الكلمة، لو عادوا ولا ما عادوش. وكان بورقيبة وقت مشى يعني وقت مشى للأريحة وعمل لك الخطاب هذاك هجمت عليه مصر، لكن لسبب آخر محرض، وأنه في آخر الزيارة متاع بورقيبة في القاهرة هو خارج وجاه السفير متاع تونس سي حمادي بدرة الله يرحمه، واش فشلوا؟ قال له حكى لنا بعد، قال له عبد الناصر يحبك تقطع العلاقة مع ألمانيا. أي بون. قال له علاش؟ قال له خاطر يعطيه الفلوس ويعطيه الدوماج لليهود. قال له ما بديش الموضوع هذا، يبعث لي معك أنت علاش؟ وش تخيلني أنا والي متاعه في تونس. لكن الكلام هذاك قالوا بورقيبة مازال هو في الصالون متاع الواحد، والصالون في شكل ثم كركوبة اللي تسجل. أكيد. بعد يومين ثلاثة سمعها عبد الناصر وعرف شنو. فقط الوقت ذاك هو قاعد يتكلم في أريحة، لقاها عبد الناصر لقاها مناسبة هاي على مقاسه، بعث له كوماندوس باش يقتلوه في حتى في لبنان، وكما وسوريا قالت له ما عادش نجم نقبلك قطعت الزيارة وحتى العراق صدق قال له مش نقبلك لأن الأمنك مش مضمون. الأمن شوفنا هذه العلاقة الكبيرة ما بين الشد والجذب، ما بين المحبة حد الإعجاب وما بين الكره، خلينا نقول إذا استقامت العبارة، بين بورقيبة وعبد الناصر. بورقيبة الذي لا يريد أن يدور في فلك عبد الناصر. عبد الناصر وقت جاء الحكم جاء شيئا فشيء، فهموه ربما اللي حوله أنه في استطاعته واللي هو زعيم العالم العربي، زعيم الدول كلها. وبدأ يعمل خطب متجهة إلى هذا الاتجاه. قومية عربية. لا، والدول دي لازمها تخرج من جناح الإمبريالية الأمريكانية، وكيف ما تونس وكيف ما المغرب، ويزموا يتحدوا ويزموا يضموا قواهم مع بعضهم. يعني يدعو إلى نوع من الوحدة، وربما الوحدة بارفيزيون. والتخلي عن الذات وعن السيادة. شكون وقف له في وجهه؟ ثم حتى حد وقف ولا كلمه ولا جاوبه إلا بورقيبة، بينما الأخرين كثير منهم مش مرتاح للكلام هذا، لكن ساكتين. اللي يتكلم هو بورقيبة، وتكلم بعنف، وتكلم بالعقلانية متاعه متاع العادة، وبالإقناع، قوة الإقناع متاعه. يعني تكون عند السادات، أهل السادات، عند عبد الناصر القناعة بأن هذا حجر عثرة في طريق الأمة العربية والزعامة الناصرية. حسب رأيك أنت بالنسبة للوطن هذا العربي، هل كان بورقيبة يؤمن أنه ممكن يكون بالفعل بلد واحد، أم أنه كان يؤمن بالمغرب العربي فقط؟ لا، هو كان يؤمن بالتعاون بين العرب بين الدول، لا يؤمن بالاندماج. يعني سوريا تبقى سوريا، مصر تبقى مصر، كل بلد خصوصياته، كل بلد خصوصيته، وعندنا مجالات نتعاونوا فيها، لازم نبينوهم المجالات هذيك ونتعاونوا فيها وننظموا فيها التعاون. اما كون ندخلوا تحت جناح دوله واحده وهي تولي تحكم فينا كما كانت قبل في العصور الماضيه القديمه، هذا كان يعني يكون احنا بالسيف ما حصلنا على استقلالنا
يجيو من قبل نسلموا فيها كيف باش يجي سي عبد الناصر ما يحكم فينا؟ مش معقول. عبد الناصر عندما انهزم وصارت الهزيمة الكبرى أو النكسة بما يعبر عنها، ما هو موقف بورقيبة خاصة أنه موقف عبد الناصر موقف عجيب ومشرف للغاية. اعترف لبورقيبة أنه كان على صواب في جانب من الحديث. موقف عجيب لأن بورقيبة قال هذا أخ عزيز ولازم نظلم. هل كان يقصد ذلك فعلا؟ أنت كنت مقرب منه أم هل كان كلام سياسيين؟ ما تشفاش في الوقت ذاك. لا يمكن بعد اما في الوقت ذاك قلت لك مشرف جدا يعني حقيقه قال يعني كان مترفعا وكان من طينة الكبار بالفعل. كان يحب مصر، يحب مصر، عاش فيها 4 أو 5 سنوات يحبها، ما يحبش فيها، ما يحبش يوصل للاذى. لكن بورقيبة لم يكن ذلك الفتى المدلل في عهد عبد الرحمن عزام باشا، كان منبوذا، كان يعني معتبرينه انه ابن الحضاره الفرنسيه والثقافه الفرنسيه. ما بقاش مكانته عندما ذهب المره الاولى. بورقيبة ما شمتش في عبد الناصر، وعبد الناصر من اجل ذلك في وقت اخر تكلم على بورقيبة بكلام لطيف جدا واستقبله استقبال عظيم بعد. أما في آخر المدة قال بورقيبة الأخ الحبيب، يقول الأخ الحبيب عنده حق في كثير من الأحيان وما استمعنا لهش. توفي عبد الناصر رحمة الله عليه، لكن هل ترى أنه توا الآن انبعث حزب ناصري؟ تحس انه الناصريه ممكن تلقى مكانها اليوم بعد ونحن في 2012 يعني؟ شوف البلاد المجموعه العربيه الان في وضع لم تعرفه من قبل. المرجعيات القوميه تضاءلت في تضارب. المرجعيات الاسلاميه في تطاحن وتناحر. شو بقى بشوي مرج تفضل. شو اللي بقى يعني؟ بقى الفوضى، الفوضى دي قاعدة عامة في بلد بعد بلد بعد بلد. أنا أعتقد أن هذه ساعة المغرب العربي الكبير أنه هو يتسلم زمام المبادرة ويقدم مشروع لدم الشمل، مشروع يكون عنده 3 أركان: الإنماء، تخطيط للعلاقات الخارجية بحسب مقتضيات الإنماء، وبناء الحضارة، بناء المجتمعات الإسلامية العربية على أسس حضارية، أسس حضارية اللي أتى بها الإسلام. ما ثماشي دولة، ما ثماشي دين سماوي قبل الإسلام أتى بالجملة من المنظومة، من القيم، من المفاهيم، من التوجهات الأخلاقية الاجتماعية المجتمعية مثل الإسلام. حسب رأيك تونس اليوم والبلدان العربية مع صعود نجم الإسلاميين إلى أي مدى ترى معناها ترى أنه النجاح ممكن؟ ولا كيفاش أي وصفة للنجاح تقدمها لنجاح الإسلاميين والتشبث بالإسلام؟ كنت مصر على منذ سنوات مصر على اعتبار أن الإسلاميين التونسيين لا يشبهوا الإسلاميين في الشرق. الإسلاميين في الشرق منها غالب عليهم العقل الغوغائية، وغالب عليهم على الإعراض عن العقل وعن الاجتهاد. وإحنا الإسلاميين نتاعنا اللي متسولين من تونس أبناء جامعة زيتونة، وجامعة زيتونة فيه غالب عليه المذهب المالكي هو الأغلب والمذهب الحنفي، وهذو مذاهب أولا تأخذ بالعقل وتأخذ باليسر وتأخذ بنبذ الغلو. اسمح لي الشطط. اسمح لي أن أستوضحك سيد الكريم أنه هذا أنت تتحدث وأنت تلمذت على يد الشيخ بن عاشور، لكن هذوما بتتحدث عن الإسلاميين والمسلمين خلينا نقول اللي تلمذوا من جامع الزيتونة وخرجوا من جامع الزيتونة، لكن هناك اليوم من الإسلاميين ومن المسلمين ومن التوانسة اللي تلمذوا في مدارس أخرى، مدارس الشرق الأقصى والشرق الأوسط. هذيك المصيبة، هذيك المصيبة
مصيبة كونه أنها تركنا التراث التونسي اللي يمثله جامع زيتونة، وربما بوجيبة عنده مسؤولية في هذا، يعني اللي قادرين بشي يحييوا الزيتونة قليلون الآن، ويجب أن نفتش ونبحث عليهم ونعطيهم الوسائل. وأنت تذكر في كتابك أنه حتى في التجربة الجزائرية عندما تم الالتجاء للتعريب واستقطاب مدرسين وشيوخ من مصر، يعني سربوا ممكن علوم معينة اللي ممكن كانت بعيدة وكانت هي اللي أثرت في مسار في الجزائر إلى حد التسعينات. وأنا كنت حاجوخة من قليل الكتاب، كنت نظن نعتقد أن ولا أزال أعتقد أن الأستاذ راشد قنوش هو خريج الزيتونة، إذن خريج المدرسة الاعتدال والعقل والاجتهاد اللي مثلها الزيتونة، ثم مشى لسوريا وانخرط في الدراسات الفلسفية في جامعة دمشق، والفلسفة هي منار للعقل وتربي ملكة الاجتهاد والتفكير وتوسع بالأفاق. يعني أعتقد أن اللي يبتز به الأستاذ راشد غنوشي غير موجود عند الإسلاميين الأخرين اللي ما خرجوش من زيتونة. تمجد الرجل، تخطب وده، معجب بفكره. شكون أنا؟ لا مش معجب، أنا نحكم بالظاهر وبالعقل. شفت كتاباته، شفت تصريحاته في الصحافة، فيها اعتدال، فيها عمل العقل، فيها اجتهاد، مش مسألة شفت الفيديو الأخير، هل بلغك نبأ الفيديو الأخير عندما يخاطب بالسلفيين في لقاء ودي؟ هذاك صدمة لكل من يعرف الكتابات والتصريحات متاع الغنوشي، هذاك صدمة. وأعتقد أنا التكذيب اللي صدر عن النهضة يجب الأخذ به، يظهر أن الغنوشي ما قالش الكلام ذاك أو ما قصدش به كذا. يعني التكذيب هو في ذاته إيجابي وينفي الغوغاية هذه. نحترم رأيك، قلت أنت الآن اليوم نعيش في فوضى، إن شاء الله لعلها تكون فوضى خلاقة، إن شاء الله ما تكونش فوضى خناقة بين ظفرين. نحب نوصل تفضل. الفوضى الخلاقة بتكون إلا بمجتمعات نهضة كما مجتمعات أوروبا، احنا مجتمعاتنا الإسلامية ما زالت مش نهضة، حيث الفوضى عندها هي فوضى خناقة. مصيبة وهدم. الله يجيرنا ويحفظنا من المصائب. 79 بعد وفاة عبد الناصر يعني، وصعود أنور السادات للحكم وقراره في يعني في هذه الفترة في أواخر السبعينات أن يوقع معاهدة كامب ديفيد، يعني في قرار أحادي خارج صرب جمع الدول العربية، كانت نكبة يتحمل مسؤوليتها السادات، لأنه يعني عمل صلح وسلام مع إسرائيل من دون أن تكون المجموعة العربية متفقة معه، وبأي صفة يعمل ويسلم في القضية الفلسطينية، لأنه في اتفاق السلام مع إسرائيل ما حصل حتى شيء للشعب الفلسطيني. إذن شنو اللي حصلوا السادات؟ رجعوا له سيناء، وهذا مش معقول. يعني مصر العظيمة اللي قالت دائما الشعوب العربية نحو الأفضل، السادات تتنازل من أجل مصلحة ضيقة وضيقة جدا. السادات أهانها، والحق يقال المصريون أنفسهم ما كانوش متفقين. أنا كان عندي صديق حميم ولطفي الخولي، كان صحافي وكان مفكر، كان يحكي لي أشياء على الشعب المصري ومهاجمته للسادات وعدم اتفاقه مع التصرفات هذه، كانت حاجات مشرفة حقيقة. تم القرار بنقل جماعة الدول العربية من مصر إلى تونس، على أي أساس؟ لماذا تونس؟ لما عملت مصر الاتفاق متاحة مع إسرائيل علقت عضويتها في الجامعة، وكان في ذلك الوقت الزعامة للمجموعة العربية في يد 3 من الناس، في يد سوريا والعراق
وفلسطين، يعني حافظ الأسد، صدام حسين، وياسر عرفات، هما اتفقوا على أن الجامعة لا يمكن أن تبقى أماتها موجودة في دولة خائنة. الكلمة بتاعهم خائنة، حبوا نقلها. قعدوا يفكروا يجتنبوا أي دولة يكون عندها مشروع زعامة، يعني حطوهاش في الجزائر لأن الجزائر كبيرة وربما تطمح إلى زعامة، ما حطوهاش في خاصة في عهد بن بلة، ما حطوهاش في أماكن كذا، حطوها في تونس البلد بورقيبة المعتدل العقلاني اللي لا طموح له في الزعامة بقوله هو يبقى. وكان الاختيار والترشيح وكل، كيفاش تقبلت هذا الدور وهذا المنصب؟ وأي وصايا وصاها لك بورقيبة؟ أكيد كانت هناك وصايا عشر أو أكثر. احنا وقت يقع الترشيح هو من طرف بورقيبة بشكل، هو كانت أغلبية الدول كانت موافقة لأنه بعثوا ناس من قبل بشي يجسوا النبض. وفيما يتعلق بي أنا، هو سي فؤاد المبزع هو اللي كلفه رئيس بورقيبة باش يمشي المغرب ويمشي مع بعض البلدان الأخرى يعمل عملية استقطاب. لا باش يعلمهم ويطلب يعني مساعدتهم بالفعل الموضوع. هذا هو الحلم اللي كان يراودني، والشيء اللي كان ربما يقصد بورقيبة هو أن يدخل العقلانية التصرف العقلاني في العمل العربي المشارك حسب التكوين بورقيبة وحسب بصراحة بورقيبة. أكيد في الفترة الأولى هل كنت تسير جماعة الدول العربية وكنت أمينا عاما بهدي من بورقيبة، كنت متشبع بأفكار بورقيبة والرجل كان عنده باع في السياسة الخارجية، هل كان من وراءك يسير الأمانة العامة؟ أبدا عمره ما أعطاني توصية ولا أعطاني أمر ولا أعطاني وما يعيت لي، عمره ما نداني في المقابلة أنا نمشي له باش نطلع عليه. أما هو عمره ما يسألكش ما يوجهكش اجتنابا أن يقال أن بورقيبة يوجه الأمين العام، حسب بورقيبة تصرف في القضية هذه تصرف عالي جدا بهمة عالية ولم يتح فرصة لأي انتقاد. كانت الفترة سمحني تفضل. زملاء ثم أصدقاء يلتقيوا الآن ببعض المصريين وبعض العرب وكذا، وكلهم مش غالبهم كلهم يشيدوا بتصرف بورقيبة تجاه الجامعة مدة وجودها عنده. ربما لأنه بورقيبة كان تاعب في الفترة ذيك، لو كان بورقيبة في أوجه لا صحيح ممكن ما أسندوش حتى المستثقوش تونس في الأمانة العامة. كيف كنت تتعامل سيدي مع زعماء بحجم صدام حسين وزعماء وزعيم بحجم حافظ الأسد والحقيقة العاهل السعودي والعاهل الأردني والملك الحسن الثاني في يعني زعماء من الوزن الثقيل؟ أكيد الثقافة اللي عند سيادتك وأكيد الحصافة الرأي وهذا الهدوء مكنوك بالتعامل معهم، لكن ما هو ما خفي عنا؟ أكيد حقيقة أنا وجدت من الناس اللي ذكرتهم كل عون وكل احترام وكل محبة، من حافظ الأسد، من صدام حسين، من الملك الحسن الله يرحمه كان يقربني كثير رحمة الله، يعرفني من قبل وقت اللي جاء لتونس أول مرة كان ولي العهد الحسن الثاني وكلفني بورقيبة بمصاحبة مرافقة الحسن الأمير وقتها الأمير الحسن، ورافقته ومشيت معه كله يعرفني كما ينبغي، كان رجل مثقف يعني، وقلدني قبل الأمانة العامة قلدني أرفع وسام علوي. الود قائم من قبل يعني ما نعرفش علاش ما خليش ممكن أوراق كذا. جاء ولده أعطاني نيشان وسام آخر أقل منه، ما كانش عندهم علم اللي ولده أعطاني أرفع يعني وسام. الولد قلدك أرفع أصناف الأوسمة والابن حافظ الأسد كان حقيقة مفكر، كان استراتيجي من الاتجاه الاول.
ما يقدمش على المصايب كما زميله وخصمه صدام حسين. صدام حسين كان عنده وهرة وكان عنده تأثير عن جهية عنده زاده وعنده قوة وعنف ساعات، لكن يدخل في متاهات ما خلاش حسابها، دخل في حرب مع إيران 8 سنوات هدمت قوى العراق، بينما كان العراق في الوقت ذاك كان في خطوات ذاهلة نحو الإقلاع الاقتصادي والعلمي. يدخل بعد ما زاد كفايه الحرب هذيك مع ايران، يدخل في هجوم على الكويت. الكويت سنأتي. اللي سمعني الكويت اللي مده الحرب بتاع العراق والايران مدوا بالمساعده الماليه والدبلوماسيه، مددته بالمساعده الدبلوماسيه والماليه. والسبب نتاع المشكل الكل ما بين العراق والكويت هو في ظاهره هذه المعونة المادية اللي طالبت باسترجاعها الكويت، لكن في عند مفكرين آخرين يقولوا أنه أطماع العراق للتوسع وخاصة إنشاء موانئ على كامل الساحل الكويتي والدخول في الكويت، يعني أطماع التوسع كانت قائمة وكانت متغلغلة وكانت تملى نفس صدام حسين. صحيح، إذا كان هذا صحيح على كل حال فيه جهل للأوضاع العالمية. إذا كان ما كانش يفهم أن أوروبا وأمريكا ما يخليوش يقوم بالعمل الذي لحماية إسرائيل على الأقل، وما يخليوش الثروات البترولية في يد واحد دكتاتور يعمل يحب. شو يعني يعملوا له من؟ يعملوا له مسار توا؟ هو عملوا له هو كسروه دخلوا له. أنت شو مقترحك معناها أنهم كيفية معناها يتم التدخل لكسر العراق لهدمه للعصف به كقوة؟ لا كلمة على وقت دخل في الكويت هاجموه هما أجل أكيد. احنا كابين عام قبل الهجوم بعد الدول الأخرى كنا نرى أن قوة عربية تمشي إلى هذا ما ارتأيتم وكان الحديث ثم الحديث ثم الحديث الجلسات والكلمات، لكن صدام بقي متعنتا وتشبث برأيه ونفذ الدخول. إلى أي مدى تحس نفسك وأنت على رأس الأمانة العامة لجماعة الدول العربية فشلت؟ سمحني في العبارة بين معقفين، لكن ذلك الحكم هو اللي يقوم على هذا الوضع في إقناع وفي تهديد الأوضاع، وخاصة كان معاك مثلا زعماء من طينة الرجال اللي كنت تقول تذكر فيهم وفي خصالهم. شو أنا أولا كنت فكر قبل الحرب كنت قائم بمساعي حميدة كما قال بين الكويت وبين بغداد. لي بونزوفيس. ماشي شيء. الكويت أعطاني طائرة حطها على ذمتي. مش متاعه هو بناخذها من سوريا باش ما حساسية ما بين البلدين ما يحسوكش أنت تابع شق معين. قمت ماشي وجاي عدة مرات. المرة الأخرانية قبيل الحرب أيام قليلة. وصلت الكويت في الليل. دخلت الغرفة القاعة الاستقبال المراسم قالوا تفتضل هنا. مشيت بقعة صغيرة بعد نلقى الشيخ صباح بنفسه جاء قال لي العسامة قال لي شنو رايك شي هجمونا؟ قلت له والله الشيخ صباح ما كنتش ما فهمتش هذا منهم، حاولتهم من كل الجهات ما فهمتش ان عندهم الغطس هذه. في الحقيقة طارق عزيز دبلوماسي من طارق رأس هو اللي خبر الموضوع عليه وبما يعرف أنا أعرفه ناوي يعمل، وهو حتى في الحرب يعني كان الحرب الأولى والثانية كان هو اللي يغطي. لكن اللي نزلها في الكويت من غدوة جابوا لي الصحف نلقى حسني مبارك قام بنفس العمل بنفس المساعي مع العراق وصرح بأنه لا يظن أن العراق له مزاعم أو له مشاريع هجومية ضد الكويت، بحيث كنت أنا وياه متفقين على في الموضوع هذا. معناه أنت نفسك غلطوك
غلطوني وغلطوه هو، خباوه مش خباوه، خباوه الحقيقه نتاعهم. وكانت عمليه انتحاريه بالنسبه للعراق دخلها انتحاريه، انتحار الاولاني هو نتاع مع ايران، نقضت منه المجموعه العربيه، قعدنا احنا الوزراء انا والوزراء العرب نمشيو الدنيا كلها مشينا لها، خوطنا اسيا واوروبا وامريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه باش ندافعوا على صدام، باش ندافعوا على العراق، باش نحصلوا له على الزعم الفادي المالي، باش نحصلوا له على المدد السلاح، باش نحصلوا له على المدد الدبلوماسي، يعني ومعنا الكويت، معنا الكويت والسعوديه ما كفاش. يعني الكويت شدت من أزر صدام حسين علها تتقي شر نواياه التوسعية، لكنه أغار على الكويت، وممكن هذه هي قلنا عملية انتحارية. في يعني صيف ساخن وساخن جدا كان وتعبت فيه برشا أكيد سي شادلي، لكن قررت بعد اندلاع هذه الحرب انك تستقيل، وانت قبل ذلك وصفت في الكتاب هذايا اوريون اوكسيدون، قلت اني ما ننساش منظر مجموعه من النسوه الكويتيات متشحات بالسواد، وهم معناها تحلقوا حولك وكانوا يحبوا يطلعوا في مصر، في مصر في مصر في فندق احد الفنادق الكبيره صحيح. في القاهره قد عالق بذهنك. كان منظر مؤثر معناها جدا. شو ما طلبهن؟ انقذنا من قوم فاسد ما عندهمش حتى دينار في يدهم باش يعيشوا في الشارع قاعدين. يعني انا ما استقلتش بعد الحرب، استقلت قبل الحرب. في بالي. استقلت وقت الاجتماع الاخير اللي وقع في القاهره، فهمنا منه ان الامور مبرمجه لهجوم العراق من طرف قوات جايه من اوروبا ومن امريكا. قلت هذا انا ما ندخلش فيه، انا عمري ما نحط فيه يدي. ذلك الاجتماع اللي كانوا حاضرين فيه كل القاده، وتكلم الزعيم الراحل ياسر عرفات وحسني مبارك، وطلب العقيد معمر القذافي الراحل ان لا يتكلم، ثم يعني اقتص من سيادته وقال طلبت الكلمه وما اعطيتنيش الكلمه، وثارت ثائرته في شكل يعني مسرحي. شو اي هو في دار الحق وحنا في دار الباطل. فعله كان بين نارين في الاجتماع ذاك، هو ما ضد امريكا، ما يمكنش باش يوافق على ان قوات فيها امريكا تهجم على بلد عربي، لكن هو من جهه اخرى الدول العربيه اللي قريبه ليه ومنها مصر بالخصوص خذوا منه العهد انه ما يعترضش، فاختار السكوت. لكن السكوت كيفاش باش يقولوا عليه العرب وخاصه في ليبيا؟ سكت وقت ارتفع الاجتماع، ارتفع وانتهى الاجتماع، قال لي ما اعطيتنيش كلمه انت شادي. قلت وين اعطيك؟ رئيس الجلسه هو اللي يعطيك كلمه. قال لي ما رانيش هو انت ما شفتني. قلت له ما شفتكش، ما طلبتش انت الكلمه بكل، والكل شفت راني عندك. لا قلت طلبتك ويهاجمك يتطاول. ويهاجم والطاول بيطاول بحماقه. بعد ساعات بعث لي وفد الى الغرفه نتاعي في الفندق، فهمتني، والاولاني منهم اللي يقود في الوفد بس يدي، وقال لي بالله سامحنا وما العقيد يحبك ويحب يحترمك، كما طلع غالب وقتها ومتغشش كان صورة غضب. قلت له بالله انت قلت لي انسحبت قبل اندلاع الحرب. بعد كل هذه السنوات كي تراجع نفسك ما تعتبرش نفسك هربت من المسؤولية الملقاة على عاتقك وأنت لا. الذي اتفق على تنصيبه العرب؟ لا. أبدا أبدا، لأن المسؤولية لو هناك لو من يحاكمك في التاريخ على ذلك. لو بقيت لعجزت عن تغيير الأمور، الهجوم المقرر على العراق من طرف قوات غربية ما فيها شك، هذه بحيث الاستقالة ما يشعروا الاستقالة هي براءة من أمور غير مشرفة. بالنسبة لي كيف تقبلت موقف تونس في حرب الخليج الأولى؟ لأنه كان موقف يعني متميز ويعني خارج عن السرب. اشتغلت بالحرب الأولى
الحرب يعني اللي انت فيها في بعد التسعين، معناها تونس كانت ما كانتش مع الكويت، كانت مع العراق في الفترة هذيك. لا لا ما قالش هكا، هو فهم بهذا الفهم هذا، ما كانش هكا. اما تونس كانت تحب قوات عربية هي اللي تدافع عن الكويت، مش قوات أوروبية وأمريكية. وانا وقتها اعتزلت العمل العربي، لا اتخذت موقف لهذا لهذا. اخر اجتماع وزاري حضرته قبل القمه نتاع القاهره، صدر عنه بلاغ بيان، انا توليت تلاوته امام الصحافه، اذا كنت منسجم على مع الشرعيه العربيه، واضح، وما خذيتش موقف اخر هذا. حبيت ان نتوقف عند نقطه اخرى في مسائل جامعه الدول العربيه. انت في كتاباتك تقول انه هذه الجامعه التي تاسست على مقترح بريطاني من النائب اذن ب 43، وتاسست في 45، وبقيت اداه طيعه ولينه في يد القوى الاستعماريه اللي تتحكم في الشان العربي، وترى أن الجامعة العربية يجب أن تغير استراتيجيتها ومساعيها. وهناك من يرى من المحللين السياسيين أن مسارها أن تندثر، خاصة بعد ثورة الربيع العربي، أن تندثر مثل عصبة الأمم لتحل محلها مؤسسة إقليمية تجمع شمل العرب. لكن بحق شو الجامعة العيب متاعها الأساسي في أنها قلدت الميثاق اللي قائم عليه الممتحده. الممتحده تجمع بين دول لا تربط بينهم الا مصالح غير معروفه ويقع معها النظر فيها او الجوار او كذلك. بينما الجامعه تقوم على دول عندها تضامن حضاري، تضامن ثقافي، تضامن ترابي. كلهم من 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 المغرب حتى اليمن، ثم من المحيط الى الخليج واحدة كامل. لكن ماذا عن تشتت الضمير العربي؟ شو يقول الميثاق نتاع 45؟ يقول تتعاود الدول فيما تراه من 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 امور، بينما اللي تطلب المصلحه هو انها تتعاون للنهوض بشعوبها. ولهذا انا اعتقد ان توا الشيء اللي ممكن، وقلت نبات اشرت له منذ الحين، ان تنقلب الجامعه الى منظمه انمائيه حضاريه مثل الاتحاد الاوروبي، يقوم بشؤون الدول والمجتمعات. وبحيث ان التسميه القديمه جامعه الدول العربيه ما عادش صالحه، هي جامعه الدول والشعوب، او جامعه الشعوب والدول، أو نختصر على التسمية الشائعة في الرأي العام، وهي الجامعة العربية وتغطي الدول وتغطي وكفانا النساء. لأنه دائما كانت تحس أنه الشعوب كانت بمعزل عن ما كانش عندها اهتمام بأمور الشعوب، اهتمامها فقط بالدول، وما ما تقتضيه مصلحة الدولة هذه والدولة الأخرى من ارتباطات ومن تعاونات، المصالح الضيقة يعني. الخارطة العربية الجديدة بعد هذا الربيع العربي بين ظفرين، دائما سوق الكلمة، وكأنه سايكس بيكو جديدة وتقسيم جديد مع ملامح العراق الجديدة التي لا تمت بصلة للعراق القوي الذي كنت تتحدث عنه. سوريا في وضعها الحالي، وربي فرج نكبة إخواننا في سوريا. ليبيا في وضعها الحالي. أنا قلت منذ حين، قلت أن أتمنى أن تكون الدول المغربية المغاربية كما يقال الآن واعية لواجبها التاريخي الآن تجاه المجموعة كلها، وتقدم على مبادرة تاريخية تنظم الإنماء، تنظم العلاقات الخارجية، تنظم الأمور الاجتماعية والمجتمعية يعني الحضارية. لكن انت شو انطباعك على سيل هادي نويره وتعاملك، خاصه كنت انت وسيل فيتوري من اخر الناس اللي تحدثتوا معاها ليله الاصابه نتاعو بالجلطه؟ انا كانت تربطني اولا موده مع سيل هادي منذ مده، من وقت كان هو محافظ البنك، ثم وقت دخلت معها في الحكومه
أنا كنت نقدر فيه شيئين. أولا عمره ما أساء إلى الماضي ولا قال كلام ما يشرفش فيما يتعلق بالأعمال الستينات. في أحمد بن صالح حتى حاول أنه يكف كل من أراد أن يوصل للهجمة نتاعو على بن صالح. كان يقول ديما الانفراستركتور اللي بنيت هي بفضل الجهود المبذولة في الستينات. وكنت كذلك نقدر فيها أنه هو معروف باللي هو يميني ومش لكن كان يأخو بأشياء يسارية بأشياء شراكية مثلا التحويلات المالية من فئة إلى فئة بالقيام بفئات معجزة وفقيرة يوافق عليها ويعملها بحيث ما كانش متحجر في أمور ولا كان ليبرالي مغرب في الليبرالية ليبرالي لك متفتح على الشراكية. هذه بالنسبة لسيدي المير بعد ما خرج من جماعة الدول العربية رجعت إلى تونس وعرض عليك في التسعينات كان بن علي في سدة الحكم وعرض عليك مجموعة من المناصب الوزارية. لا لما نذكر التفاصيل قال شنو اللي تحب قل لي أنا حاضر. قلت له والله أنا بدي ما ندخل في أي منصب أولا لأن لما تقليد عند الأمناء العامين سابق قبلينا كانوا الأمين العام لا يدخل في أي وظيفة بعد استقالته وبعد خروجه من الأمن العام وهو تقليد نحب نحترمه. بعد السيف نقولوا احنا بعد السيف والبقية معروف. وأنا كل حاجة كان ثم شيء نجم نعاون فيه بدون وظيفة أنا حاضر بحيث كان يعاملني بكثير من الاحترام كثير من التبجيل وهذا جعل بعض الملابسات في الرأي العام وقت يشوفوني أنا في الصف الأول في الاجتماعات اللي عملها في كرتاج يظنوا أن عندي منزلة وعندي وظيفة. أكيد عندك شيء. منزلة ما كان ذكرت لي أنه بورقيبة كان من الغد سيعزل بن علي قبل أن يتولى الحكم وكذلك السادات كان سيعزل مبارك من الغد قبل أن يتم اغتياله ولا حتى التاريخ العربي كان تغير. ابنة السادات قالت يوم قتل أبوها سادات كان في محفظته قرار بعزل حسني مبارك لأنه صور كان عنده صور علم أنه صور كان الأقدار كيفاش مربوطة بـ 24 ساعة فقط كانت تتغير الخارطة وتتغير الأمور تماما في وجه العرب. لكن لماذا قبلت أنك تدخل في كتاب عن شخصية الرجل عن إنجازات الرجل؟ الرجل كان يعاملني بكثير من الجميل. هل كنت مؤمن بالفعل بإنجازات الرجل اللي تكتب عنها؟ في السنوات الأولى بتاع الرجل كان الناس كل مؤمنين بها والناس كل معجبين بها ونتفكر أنا كل من ممكن تعرفوا من رجال السياسة كان يقول الكلام طيب ثم رئيس الشراك جاء ظهر في زيارة رسمية تونس وقال الميراكل تونسي الميراكل تونسي تحس نفسك تورطت يعني في هذا الكتاب. كل المؤسسات الدولية مالية أو اقتصادية أو غيرها كانت تشيد بالعمل التونسي مش أنا كنت نروي ما كان يقال عن تونس. باش نقفوا هكا ويل المصلين لماذا قامت الثوره اذا كان الامور طيبه هكا 5-5؟ لا هذا قلت في العوام الاولى انت ما سمعتيش مليح في العوام الاولى نستوضحك. هو قعد 23 سنه تقريبا فهمتني يمكن نقولوا 10 سنوات الاولى. لكن انت من السنوات الاولى انتقدته يعني في سياسته الخارجيه وحاولت تبلغ ذلك عبر السي لحبيب بن يحيى او هذاك في الاول في الاول مش وانت ما زلت في الجامعه في الاول بلغت له ملاحظات ما عجبتوش وخذا في خاطره قلت به ما عادش نتكلم في الموضوع هذا. في اخر سؤال اعطينا نظره واقعيه للواقع التونسي للواقع العربي خلينا نستشرف معاك من خلال هذه الحصافه حصافه السيد الامين العام. الواقع التونسي حقيقه مخيف الان لان ثم تشرذم ثم تمزق ثم بدايه خصومات مبدئيه
لا تبشر بخير، والوضع الاقتصادي هش وقاعد ربما يتطور مش نحو الخير، والعلاقات الخارجية فيها اضطراب كذلك. يعني أنا أعتقد أن أهم شيء، أهم واجب الآن على الجميع وخاصة على الذين بيدهم الحكم، أن يسعوا على عجل بكل ما لديهم من قوة ومن قناعة إلى صنع وفاق وطني، وفاق وطني يمكن جميع من أن يتضامنوا في النهوض بالبلاد وتجنيبها الفوضى أو فراغ الشرعية لا قدر الله اللي ربما تجعل تونس في كيف بلدان أخرى مش لازم نسميها في فوضى أو في مصائب داخلية أو في 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 خصومات فئية. يعني يجب أن يكون الواجب في عين كل المسؤولين سواء في الحزاب أو في الترويكا أن الوفاق الوطني هو أهم أولوية بالنسبة للجميع. الخارطة العربية الجديدة، الله أعلم، الغيب هذا مش غيب، بحسب هذا يتوقف على عدة عوامل، كيف تنتهي مصيبة سوريا، كيف يهدأ العراق، كيف تنتظم شؤون اليمن، كيف تخرج ليبيا قريبة العزيزة علينا من ما تشكوه. يعني أشياء كثيرة، وأنا أحب أقول هذا أن دول الخليج بما فيهم الكويت بشكل، دول الخليج هي يجب أن تبقى في مأمن من الفوضى باستباق الأحداث، باستباق الأمور، وبإدخال التطويرات الحضارية اللازمة اللي تطلبها الأوضاع، تطلبها الشعوب نتاعها. جزيل الشكر لك سي شادي القليبي على كل هذه التوضيحات. سيدي الأمين العام الأسبق، الوزير للثقافة والإعلام الأسبق، دائما نقول هو مؤسس الشؤون الثقافية في بلادنا تونس. أكيد اللقاء تجزأ إلى جزئين، لكنه الحديث معك ذو شجون ويستدعي الكثير من الأجزاء الأخرى. إن شاء الله حصلت الفائدة والكثير من المعلومات اللي قدمتها لنا بالرغم تحفظك الشديد على الكثير من المسائل. لا إن شاء الله تسمعنا في هذه. أنت يا كل حال ما قصرتش بلباقة وبلطفك، معناها شجعتني باش نتكلم في كل الأمور بدون قيد. جزيل الشكر ليك، ممتنة لحضورنا معاك واستقبالك لينا في بيتك. مشاهدينا هكذا نأتي إلى نهاية هذه الشهادة، أكيد نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى في شهادة جديدة. دائما نتواصل عبر البريد الإلكتروني شاهد وشواهد @tunisiatv.n، وكذلك عبر صفحتنا على المواقع الاجتماعية، على الموقع الاجتماعي فيسبوك شاهد وشواهد بالعربية. ألتقي وإياكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.